الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم تفسير وتأويل. هذا اللقاء ينتظم في لقاءات تترى في تحت عنوان عريض وموضوع كبير، آيات الصيام. أرحب في مطلع هذا اللقاء، بل هذه اللقاءات جميعها، بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا بكم صلى الله عليه وسلم. حياكم الله، حيا الله مشاهدينا الكرام. إذن حيا الله شيخنا الكريم، حياكم الله وحيا الله متابعتكم وإصغاءكم. حديثنا لازال في قول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ذكرتم وقفات في لقاء ماض عن لفظة شهر رمضان وأفضتم الحديث فيه، إلا أن لفظ رمضان ورد هنا، وثمة ربما حديث عن جواز إطلاق هذه اللفظة رمضان وحدها، وما روي في شأن هذه اللفظة أنها اسم من أسماء الله جل وعلا. ماذا ثم أحسن إليكم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لأسماء الله عز وجل، الله عز وجل له أسماء حسنى وله صفات علا، وأسماؤه وصفاته هي ما سمى الله عز وجل به نفسه وسماه به نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا يخرج عن ذلك، باعتبار أن هذه توقيفية ولا يخرج عنها. ولا أعلم دليلا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام على أن رمضان هو اسم من أسماء الله، وإنما جاء هناك بعض الأحاديث المنكرات كما روى ابن أبي حاتم في كتابه التفسير من حديث محمد ابن بكار ابن الريان عن أبي معشر عن محمد ابن كعب والمقبري عن أبي هريرة أنه قال: لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله. وهذا الخبر منكر، وذلك أنه قد تفرد به أبو معشر وهو نجيح المدني وهو ضعيف، وكذلك أيضا جاء مرفوعا هذا الحديث من رواية ابنه عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يثبت في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قد جاء عن بعض السلف أنه قال بمثل هذا المعنى، ولكن لا أعلمه يثبت أيضا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أقوال لبعض التابعين. وكما تقدم أن أسماء الله عز وجل توقيفية، مردها في ذلك إلى الوحي، ولا تقال من قبيل الرأي، ولا أيضا من أمور الاجتهاد الذي يجتهد بها الإنسان، ولا كذلك أيضا من أمور الاستنباط المجرد الذي يستنبط الإنسان بمجرد القياس والنظر أو غير ذلك، بل هي توقيفية على ما جاء في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل على بطلان هذا القول أن النهي الواردة أو المروي في هذا في قوله لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، أنه ثبت أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا موقوفات عن جماعة من الصحابة إطلاق رمضان هكذا، مما يدل على ضعف النهي الوارد في هذا ونكارته بل وبطلانه. ومن ذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقد أنكر هذا البخاري رحمه الله يعني إطلاق اسم رمضان على الله عز وجل، وذلك في ترجمته على بعض الأحاديث في هذا، قال: باب ما يقال رمضان، يعني أنك تقول رمضان من غير أن تضيف شهر. بعض الفقهاء يكره هذا، نعم، وجد بعض الفقهاء من الشافعية والمالكية الذين يقولون بكراهة إطلاق رمضان، وإنما يقولون شهر، يعني شهر رمضان، فلا تقول رمضان، باعتبار أن تقول صمت رمضان فيقولون إن هذا اسم من أسماء الله، وإنما قل شهر رمضان، صمت شهر رمضان. ولكن نقول إن هذا أيضا ليس بصحيح، باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وما ذكر شهر رمضان، مما يدل على بطلان أمثال هذه التعليل. كذلك أيضا ثبت عن جماعة من الصحابة مثل هذا الإطلاق الذي يدل على خلاف هذا المعنى الذي يعتمد فيه بعض الفقهاء على بعض الأحاديث المنكرة والضعيفة والوهية. الله عز وجل ذكر بعد لفظتي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنزال القرآن هل كان في هذا الشهر؟ ثم ما نوع الإنزال؟ ثم هل من وقفة فيما يبدو، لأن هذه اللفظة أو هذه الآية أتت في معرض الامتنان
وفي معرض التفضيل لهذا الشهر بهذا الإنزال، هل من إفاضة؟ أولا بالنسبة لإنزال القرآن، لا يختلف العلماء على أن القرآن إنما أنزل في شهر رمضان، وأن الله عز وجل أنزله في ليلة القدر، وهذا مما لا خلاف فيه. أما في رمضان في قول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأما في ليلة القدر في قول الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر هي التي أنزل فيها، وإنما ما هو صورة الإنزال الذي أنزل الله عز وجل به؟ هل أنزله من اللوح المحفوظ إلى 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 بيت العزة في السماء الدنيا كما جاء عن عبد الله بن عباس وصح عنه هذا، أم المراد بذلك هو الإنزال الذي ابتدأ إلى الأرض وهو التنجيم، أنه نزل أول ما نزل ابتداء إلى الأرض أنه كان في ليلة القدر؟ بعض العلماء يقول هذا المعنى، وبعضهم يقول هذا المعنى، وبعضهم يقول كلا المعنيين. منهم من يقول كلا المعنيين، وذلك أن إنزاله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا لا ينافي أن يكون نزل أيضا إلى السماء الدنيا أيضا في نفس رمضان وفي ليلة القدر. ومنهم من يقول إن المعنى إذا أطلق أنه أنزل في ليلة القدر وأنزله الله عز وجل في رمضان أنه يكون في أحد هذين المعنيين، فإن صح المعنى الأول أنه أنزل إلى بيت العزة من اللوح المحفوظ أو أنزل من البيت العزة إلى السماء الدنيا، انفرد في هذه بأحد هذين المعنيين أو جمعهما فإنه يطلق عليه الإنزال. ونقول إن كلا المعنيين لا ينفي الآخر، ولكل قائل من العلماء، ولكن أصح ما جاء في هذا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أن الله عز وجل أنزله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم بعد ذلك نزل منجما. بعض العلماء يقول إنه نزل منجما في غير رمضان، أما بالنسبة له كاملا أنزل إلى بيت العزة في رمضان، قالوا هذا تفضيل، وذلك الدنو أنه دنا من الناس ودنا من المخلوقين، أنزل الله عز وجل كلامه إلى بيت العزة لينزل بعد ذلك منجما. هل في هذا التفضيل؟ نقول فيه تفضيل عظيم لهذا الزمان، أما فضل كلام الله عز وجل فهو باق، نزل في هذا الشهر ونزل في هذه الليلة ونزل في غيرها، وذلك أن كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، ولهذا نقول إنه لا يفضله زمان ولا يفضله مكان ولا يفضله بشر، فهو فاضل بما فضله الله سبحانه وتعالى. أما جعل الله جل وعلا في ذلك فيما يتعلق بتخصيصه في شهر رمضان، فالقرآن يفضل الشهر ويفضل الليلة، وفضل رمضان في ذلك له فضائل متعددة جدا، من ما يتعلق بصيامه ومن ما يتعلق بقيامه ومن ما يتعلق بقراءة القرآن، ولهذا يطلق على رمضان شهر القرآن. شهر القرآن لأن الله عز وجل أنزل القرآن فيه على التنزيل بنوعيه الذين تقدم الإشارة إليهما، لهذا أصبحت القراءة في رمضان هي من أظهر علامات التقرب والتعبد لله في هذا الشهر، كما أن الصلاة والاستغفار بالأسحار من الخصائص وكذلك الأعمال الفاضلة في الليل، فإنه كذلك أيضا رمضان هو من خصائص قراءتي من خصائص قراءة القرآن، وهذا من الأعمال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعملها ويكثر منها، وكانت جبريل يدرسه القرآن كما جاء في حديث عبد الله بن عباس وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرسه جبريل القرآن في رمضان في كل عام مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه درسه فيه مرتين، وكان جماعة أيضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثرون من قراءة القرآن في رمضان ويكثرون من الختمات، وعلى هذا جرى أئمة الإسلام، وقد كان الإمام الشافعي رحمه الله كما ذكر عنه الربيع كما روى ذلك البيهقي رحمه الله عنه في معرفة السنن والأثار، كذلك أيضا في مناقب الشافعي من حديث الربيع عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يختم في رمضان 60 مرة، يعني في كل يوم مرتين، وهذا التخصيص لهذا الشهر ليس لغيره، ولهذا تجد بعض الفقهاء يقولون إن رمضان مخصص بالإكثار من قراءة القرآن، وله استثناء في مسألة الإكثار من القراءة ولو لم يكن هناك شيء من التدبر التام للمعاني، قالوا لأنه شهر تلاوة وإقراء وكذلك ذكر، فيذكر الإنسان الله عز وجل بتلاوة كتابه. إذن لأن يكون قبل الحديث والإفاضة في فضل قراءة القرآن وتخصيصه بهذا الشهر الكريم والختمات فيه وما جاء في فضلها وتدارس القرآن وحفظه والأفضلية في بينهما، أن نقف وقفات مع ما ورد في هذه الآية الكريمة من وصف القرآن الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ماذا ثم؟ ماذا يمكن أن
يقال حول هذه المعاني وهذه الفضائل لهذا القرآن؟ الله سبحانه وتعالى لما ذكر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ذكر الله عز وجل جملة من أوصافه ونعوته ومعانيه وكذلك فضائله التي تفضل الله عز وجل به على هذه الأمة. من هذه الفضائل التي ذكر الله سبحانه وتعالى أنه هدى للناس، هدى للناس يهدي الله عز وجل به من ضل، وهذه الضلالة إما ضلالة قائمة في ذات الإنسان من نفسه إلى أمارة بالسوء أو خارج عنه من وساوس الشيطان وكذلك وساوس الشياطين شياطين الإنس الذين يصرفون عن الإنسان عن معرفة الحق. فجعل الله عز وجل القرآن هدى للناس، لهذا من أعظم النعم هي الدلالة إلى الخير. والهداية كما لا يخفى الهداية على نوعين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. الدلالة والإرشاد وأن الله عز وجل يدل عبده إلى الخير بذكر معالمه وأوصافه ويحث الإنسان عليه، هذا من دلالة الهداية، من هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق فهو أن الله عز وجل يوفق عبده، فهذا من الأمور القدرية، هذا من الأمور القدرية. والمراد في هذا المعنى في قوله هدى للناس أن يهديهم سواء السبيل، يهديهم إلى معرفة الصراط المستقيم، وما من أحد إلا وهو جاهل ضال قبل نزول القرآن عليه. ومعنى الضلال هنا أنه متحير لا يعرف الحق من الباطل، وقد جاء في سورة الضحى في قول الله سبحانه وتعالى وجدك ضالا فهدى. الضلال المراد به وذكر الامتنان لله عز وجل على نبيه، أي جعل الله سبحانه وتعالى نبيه بعدما كان لا يدري ما الكتاب ولا يدري ما الهدى ولا يعرف الصراط المستقيم، جعله الله عز وجل عالما بذلك. فإذا كان هذا في مقام النبوة أنه ما عرف عبادة الله سبحانه وتعالى إلا بالوحي، فإنه في غيره من باب أولى. وهذا من أعظم الفضائل للقرآن أن الله عز وجل يوجه به عباده ويدلهم إلى الخير ويدلهم إلى هداية إلى صرف العبادة له وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا إلى معرفة حق الله عز وجل على العباد وأصناف العبادة وكذلك الحقوق التي تكون بين العباد. فهذا نوع من الهداية، هدى للناس فيما ربما يكون أيضا فيما يكون بينهم، تعرف الحق الذي يكون بينك وبين زوجك وبينك وبين ولدك وبينك وبينك أرحامك وبينك وبين جارك وبينك وبين الناس ما يتعلق في أمور الأموال والدماء والأعراض وكذلك أيضا الأنفس وغير ذلك مما يتنازعه الناس. فصر الله عز وجل ذلك في كتابه وبين أن تلك الحدود والله عز وجل صرفها وبينها في كتابه، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. جعل الله عز وجل البينات في كتابه تتباين، منها بينات كبرى ومنها بينات دون ذلك بحسب حاجة الإنسان. لهذا تجد أن الله عز وجل ينزل وحيه على الأمم بحسب ضلالهم، فإذا كانوا يضلون في التوحيد تضافرت آيات التوحيد، وإذا كانوا يضلون في أبواب الفطرة تضافرت على أمور الفطرة، وإذا كانوا يضلون في أبواب الأموال تضافرت على أمور الأموال. فتجد أن الأقوام كحالي قوم مثل لوط تركزت على جانب الفطرة، وتجد في قوم شعيب تركزت على جانب الأموال والتطفيف في المكيال والميزان باعتبار أن ضلالهم فيه، وتجد أقوام ظلوا في جانب التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان بوجود الخالق وحقه في العبادة، فتضافرت على هذا الجانب. فكل أمة لها بينة ولها هدى، ولهذا يقول الله عز وجل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وذلك أن القرآن يفصل بين طريق الشر وطريق الخير، يميز هذا عن هذا، فلا يندمج هذا بهذا فيشتبه على الإنسان. ولذلك سمي القرآن فرقانا يفرق بين الحق والباطل وبين الشر والخير وبين الصواب والخطأ. أحسن عليكم. الفرقان من أسماء القرآن. نعم. الحديث في شأن تخصيص الله جل وعلا إنزال القرآن على ما ذكرتم في هذا الشهر الكريم في هذه الليلة المباركة دليل حتم على أفضليتها. قابله تفضيل من سلف هذه الأمة من لدنه عليه الصلاة والسلام وصحابه الكرام إلى وقتنا في تفضيله عن القرآن الكريم من حيث تلاوته والإكثار من تلاوته، ربما عدم الالتفات إلى غيره من العلوم والفهوم. ترى ما وجه التخصيص للإنزال في هذا القرآن في هذا الشهر، وما وجه أيضا تخصيص الأفضلية من حيث القراءة للناس لعباد الله جل وعلا؟ بالنسبة لوجه التفضيل فيما يتعلق لي في رمضان، على ما تقدم أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يفضل زمانا أو أن يفضل مكانا خصه بخصيصة من الأحكام الشرعية، ولهذا فضل الله عز وجل مكة بأعمال المناسك، وفضل شهر رمضان بإنزال القرآن،
وفضل الله سبحانه وتعالى المدينة بمقام نبيه ووفاته فيها وبناء المسجد فيها وغير ذلك من الفضائل، فخصت فيها ولم تكن قبل ذلك على هذا التفضيل. ولهذا نجد أن رمضان قبل أن يشرع الله عز وجل الصيام فيه وأن يخبر الله سبحانه وتعالى أنه أنزل القرآن، أنزل القرآن فيه. ومعلوم أن هذه الآية في قول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أن إنزال القرآن كان قبل ذلك، ولكنهم لا يعلمون، ولكنهم لا يدركون أنه أنزل في هذه الليلة وأن هذه الليلة فاضلة لذلك السبب. ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر أمرا سالفا من حال الإنزال ثم ذكرهم به أن الله عز وجل أنزله في هذا الشهر وأنزله في هذه الليلة بيانا لتفضيل الزمان. بالنسبة للمناسبات التي يجعلها الله سبحانه وتعالى هي لحكم بالغة، الله عز وجل يجعل من الأسباب والمناسبات التي يعلقها بزمان ومكان يقدرها الله سبحانه وتعالى كما يشاء. ولهذا تجد تفضيلا لليل باعتبار نزول الرحمن، فالله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، وليس لأحد أن يقول ينزل الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل، ولماذا لا ينزل قبل ذلك، ولماذا لا ينزل بعد ذلك، ولماذا لا ينزل نهارا أو نحو ذلك، ليقال الله عز وجل لا يسأل عما يفعل. والتفضيله سبحانه وتعالى تؤخذ نعمه وفضائله ومكارمه التي يتكرم الله عز وجل به على عباده بها على عباده من غير تعليل، وإنما يؤخذ ذلك الفضل والمنحة والمنة من الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا المناسك، يتعبد لله عز وجل بالمناسك في مكة كما شرع الله، ويطاف عند المسجد الحرام والبيت العتيق من غير نظر إلى تعليل. التعليل مثل هذه الأشياء فيتوقف الإنسان في الإيمان فيها أو العمل بها. ولهذا كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحجر الأسود، فقال عمر بن الخطاب لما قبله قال إني أعلم لا أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. في هذا إشارة إلى أن القضايا قضايا تعبدية، والأسباب يجعلها الله عز وجل. والحجر الأسود منزل من الجنة. قد يقول قائل لماذا أنزل من الجنة وضع في مثل هذا الركن، لماذا لا يكون في الركن الآخر، ولماذا لا يكون في المدينة، ولماذا لا يكون في كذا. هذه التعليلات يجب ألا تطرأ على الإنسان طروءا يتعلق به التسليم، يتوقف عليه التسليم. وإن أراد أن يسأل سؤالا عابرا من غير ربط لتسليم في ذلك، فهذا الأمر قد يسوغه بعض العلماء. لهذا نقول الله عز وجل جعل نزول القرآن في هذا الشهر تفضيلا له لحكمة بالغة، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. ثم أيضا من الحكم العظيمة في مثل هذا أن الله سبحانه وتعالى يفضل الزمان كما يفضل المكان، وكما يفضل أيضا الأفعال القائمة في ذات الإنسان كما يفضلها على غيره. فتجد الصلاة تجد أنها أفضل من بقية أركان الإسلام بعد التوحيد، فعلها الإنسان في بيته، فعلها في مسجده، فعلها في المشرق، فعلها في المغرب. فتجد أن أجر الصلاة ما لم يتقيد بتفضيل خاص بزمان أو مكان أن الأجر في ذلك واحد، صلاها في السندي أو في الهندي أو في جزيرة العرب وغير ذلك الأجر فيها واحد. فالتفضيل من الله سبحانه وتعالى لهذه العبادات هي من النعم والمكارم الذي يجعلها الله عز وجل لعباده. الحكمة في هذا منها ما يكون ظاهر، تعليل فيه ظاهر، ومنه ما يكون فيها لغائب، فلا يربط فيه تسليم وانقياد وإحجام، بل يبقى في ذلك التسليم لله سبحانه وتعالى من غير شك أو ريب. والذي يظهر والله أعلم أن من التعليلات الظاهرة في هذا في مسألة شهر رمضان أن الله عز وجل إنما فضل شهر رمضان حتى تكثر المناسبات الواردة على الإنسان في عامه. الإنسان يقترف الذنوب، ذنوب يومية وذنوب أسبوعية وذنوب شهرية وذنوب سنوية، لا بد لكل واحدة منها من عارض وممحاة لها تمحو تلك الذنوب. تجد الذنوب اليومية الصلوات، وأقم الصلاة وطرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فالصلوات تمحو تلك الذنوب التي تتخلل بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وغير ذلك من البينية في الصلوات. ثمة ذنوب أسبوعية، الجمعة كفارة لما بينهما. ثمة ذنوب حولية، وهذه الحولية يكفرها ما يتعلق بالحج ويكفرها كذلك أيضا رمضان إلى رمضان. هذا من نعم الله عز وجل، تنوع هذا التفضيل الزماني والمكاني والوصفي لأنواع العبادات، ومن فضل الله عز وجل حتى يمحو الله عز وجل به الخطايا، فتكثر أسباب محي ذنوب الإنسان حتى يلقى الله عز وجل متخفف أو بلا ذنوب، وهذا من فضل الله ورحمته سبحانه جل في علاه. الوقت انحصر تماما، أسأله جل في علاه أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الذنوب جميعا صغيرها وكبيرها دقها وجلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو جل وعلا الغفور الرحيم. انقضت الدقائق، هذا لقاء عجلة
كان بين يدي حقيقة مجموعة من المحاور على وعد إن شاء الله وراد أن أمد الحديث في شأنها في صدري لقاء الغد وأنتم على خير. أختم هذا اللقاء بمثل ما بدأت به بشكر الله جل وعلا، وأدعوك جل في علياه أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع ضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، شكر الله لكم. حياكم الله، شكر الله مشاهدينا الكرام. إذا شكرا لشيخنا، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.